وللمزيد تحضر معنا في الاستوديو احلام جزاره، مديره رعايه الصحه الاساسيه والعضو في لجنه التلقيح. سيده احلام، اهلا بك. شكرا على الاستضافه. شكرا لك. اذا نتحدث اليوم عن وصول تقريبا 4 ملايين جرعه من التلقيح، كما كشف عن ذلك وزير الصحه فوزي المهدي. اليوم التساؤل سيده احلام جزاره عن الاستراتيجيه المتبعه في عمليه التطعيم او التلقيح، هل ستواصلون بنفس هذه الاستراتيجيه او ربما سنشهد تغيير فيها في المده القادمه؟ Alors, juste habite nthabbit, je précise اللي في مخص الجرعات مش باش توصل لكلها 4 ملايين، الكل ما بعدها قاعده تجي بنسق تصاعدي. توا عندنا الشراء المباشر مع فايزر منا لاخر الشهر باش نوصلوا تقريبا 800,000 جرعه، لكن ما ننساوش اللي عندنا 600,000 شخص قاعدين يستناو في جرعات نتاع التذكير نتاعهم. دونك في الجرعه الثانيه دونك نحن عندنا حسب التقريب 2,243,000 جرعه تعطاو، منها 1,531,000 اللي تلقاو جرعه الاولى برك. دونك فما عباد منهم خذات الجرعه الثانيه، لكن فما عباد مازالوا يستناو باش يتلقاو الجرعه الثانيه. فيما يخص لي دون اللي جاونا، نشكر كل الدول الشقيقه اللي تضامنت مع تونس، ونذكر اللي البارح جاوا 500,000 جرعه من نوع سينوفارم من دوله الامارات، وجاوا 250,000 جرعه من الجزائر الشقيقه، و 50,000 جرعه من عند تركيا. هذوما الكل يلزم نقص مشتر، على خاطر نحن سينوفارم مش ديما عندنا، دونك يلزم هذوما باش يلقحونا. يعني ستواصلون بنفس الاستراتيجيه، يعني جرعه اولى وجرعه ثانيه، لماذا لا يتم التطعيم بكل هذه الجرعات بما انه المده بين الجرعه الاولى والثانيه تلتزم تقريبا شهر بالنسبه لعدد وليت ما بين حتى ربما نضمن اكثر عدد من المطعمين بالتلقيح؟ هذه اللجنه الفنيه للتلقيح قاعده تنظر فيها، لكن فما انواع نتاع تلقيح كما قلت لك احنا مش متوفره عندنا برشا، كما السينوفارم تو كي جينا، دونك يلزمنا نعطيو كان 250,000 باش نضمنوا الجرعه الثانيه، خاطر برشا مخابر اكدوا اللي يلزم الجرعه تتعطى من نفس النوعيه نتاع اللقاح. معنا باغ اكزومبل السينوفاك جاوبونا كوم كوا يحبوا الجرعه الثانيه تكون من عند المخبر نتاعهم باش تكون النجاعه والفاعليه تكون به. هذايا الكل يشوفوا فيه خبراء باللجنه الفنيه. انت تعرف بدينا من الاول ب 25 مركز، توا وصلنا لنهار اثنين باش تحل اخر مركز اللي هو سقيه الزيت 96 مركز، القدره الاسبوعيه نتاعهم 320,000. القدره هذه تنجم تطلع على خاطر فما بعض مراكز نجموا نرفعوا في الكاباسيتي نتاعها في الاسبوع، هذا 23,000 اسبوعيا، نجموا نوصلوا ل 400,000 اسبوعيا. مع هذا فما الحملات المتنقله اللي بدات اواخر شهر افريل، والانطلاقه الرسميه نتاعها الايامات اللي قبل العيد الصغير. تفكر وقت المراكز نتاع التلقيح مسكره، وقلنا نحن اونيتي ديبلوي في كامل ولايات الجمهوريه باش نعملوا دور المسنين والسجون والمناطق الريفيه اللي هي معزوله. لكن اليوم سيده احلام جزاره الاولويات اختلفت، يعني مع ظهور سلالات متحوره جديده وخاصه السلاله الهنديه دلتا، يعني كما يعني باتت تستهدف الشباب والاطفال. لا هو قبل كان المسنين ومن اصحاب الامراض المزمنه، اليوم نرى استهدافا لاعمار اقل. صحيح اللي هما السلالات هذوما التوش بلوس لي جون كو اول ما ظهر الفيروس، لكن ديما يقعد العمر هو عامل الخطوره اللي هو اكثر واحد. يعني كي تقارن انت ديما اللي هما مرتفعين في السن يمرضوا اكثر ويتم ايوائهم في المستشفيات ويستحقوا لأسرة انعاش وأسرة اكسجين اكثر من اللي اصغر سن. مش معناتها صغار السن ما يمرضوش، لكن ديما فما مقارنه، واللي تقعد ديما لكبار السن اللي هما الفئه المستهدفه. تعرف انت اللي توا فوق اللي 60 سنه لقحنا 52% منهم، فما 65% برك مسجلين،
هذاك علاش ديما ندعيو اللي فوق الستين سنة. هل ستواصلون باعتماد منظومة إيفاكس؟ هل أثبتت منظومة إيفاكس نجاحها؟ لماذا لا يتم يعني كما تدعو مثلا الجمعية التونسية للسلامة الصحية والبيئية أن يتم التخلي عن منظومة إيفاكس، أن تذهبون مباشرة يعني للمواطنين وخاصة من هم في المناطق النائية كما تقوم بذلك اليوم الساحة العسكرية، يعني ستكون بما النجاة أفضل هكذا. جوست نحب نذكر اللي إيفاكس راه ماهوش عائق. إيفاكس هي منظومة بوغ لا تراسابيليتي دو فاكسان، هذايا أنت تستحق جرعة ثانية، يلزم يصير استدعائك في الوقت المناسب، فاكسان جديد ينجموا يظهروا مخلفات، لازم نعرفوا بالضبط شنية نوع الجرعة لولو بالضبط، وأنا نهار خذيته ماهوش هو بالكل عائق. نحن ربما خطورة الوضع تستدعي تغيير. نحن كما قلت لك الفرق المتنقلة اللي بدأت من أواخر شهر أبريل ديجا هي تمشي للعباد اللي مش مسجله في إيفاكس، وقتها تسجلها وتلقحها، وحتى توا الفرق المتنقله اللي مع الصحه العسكريه هي عمل شراكه ما بين وزاره الصحه ووزاره الدفاع، وقعدنا معاهم واعطيناهم لي تابلت وريناهم كيفاش يخدموا بإيفاكس. نحن الهدف كما قلت انت باش نلقحوا الماكسيموم دو بيرسون، فما زوز اسالي، فما نستدعى العباد في المراكز لي سونتر فيكس دو فاكسيناسيون ويجيوني سور رونديفو، هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كي نحن نمشيو في فرق متنقل ولا في مرحله ثانيه تو باش نحلوا مراكز الصحه الاساسيه باش يبداو في التطعيم، وبدينا الاسبوع اللي فات، بدينا بالسواسي في المهديه، بدينا بسجنين نجومين في بنزرت، والعمل هذا باش يتواصل في الاسابيع المقبله. تقريبا 250 مركز صحه اساسيه اللي هما تو معروفين بيان ايدنتيفي اللي هما باش نبداو بهم المرحله الاولى هذه. الهدف من هنا يكون الشخص مش مسجل لكن هو جاي اليوم يعدي على خاطر عنده مرض مزمن، ولا جاي باش ياخذ دواء نتاعو من مركز الصحه الاساسيه، وتكون فرصه باش نسجلوا على إيفاكس ويتم تلقيحه. كيف كيف انت سمعتوا زاد اللي الصيدليات الخاصه باش تبدا في التطعيم هذايا، كيف كيف باش يجي المواطن يسجل وبعد يتم تطعيمه. نعم. معناها هي راهي منظومه إيفاكس اون فان كونت ماهيش هي راهي اللي هي قاعده تعمل في بلوكاج، لكن هما زوز طرق مختلفه، اما يتم الاستدعاء وهذوك من المراكز او الذهاب مباشره الى او الذهاب عبر الفرق المتنقله. نعم. عبر مراكز الصحه الاساسيه او الصيدليات. نعم. الخاصه. سيده احلام اكزر حتى نختم، مع موفى هذه السنه كم ربما ستبلغ نسبه الاشخاص المتمتعين بالتلقيح، ومتى نستطيع الحديث ربما عن التلقيح الشامل او المناعه الجماعيه؟ شوف نحن كان جيت تشوف قداش جينا من تلقيح حد يومنا هذا، زوز ملايين و536 96 الف هذايا للبارح، واللي تم تطعيمه زوز ملايين و234، معناها براتيكمون ما ثماش فاكسان يجي ويقعد. نعم. دونك اللي يجي رانا نلقحوه، هذه الحاجه الاولى. دونك باش يجيوني 4 ملايين انا باش نجم نلقح بهم العباد اللي بال 4 ملايين جرعه. فما مخطط حاضر نستناو في مصادقه السيد الوزير وتقديمه قدام لجنه القياده نتاع التلقيح. نعم. اللي هو لجنة متعددة القطاعات. نعم، نتمنى أن نتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. السيدة أحلام مجزرة مديرة رعاية الصحة الأساسية والعضوة في لجنة التلقيح، شكرا جزيلا.